السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء. في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية تقوية شبكة الواي فاي على الهاتف والطابلت عبر كود صغير ولكنه فعال بدون أي مشكل. لكن قبل ذلك أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد بحول الله تعالى. يعاني الكثير منكم من مستخدمي الهواتف من مشكل ضعف شبكة الواي فاي، والذي يكون سببه الأماكن التي تكون فيها الإشارة ضعيفة أو مشكل في إعدادات الهاتف نفسه، مما يسبب ضعف في شبكة الواي فاي. لهذا أتيت لكم مشاهدي الأعزاء بكود صغير تقومون فقط بإدخاله في الهاتف، وهذا الكود آمن على مسؤوليتي. ندخل على واجهة الاتصال هكذا، ونقوم بإدخال كما قلت هذا الكود نجمة دياز 2663، ومباشرة أن نضع دياز تظهر معنا واجهة هذا الكود. لكن ما يهمنا هو هذا الخيار ريفرش ويفي فيرسيون، نقوم بالضغط على ريفرش ويفي فيرسيون. مباشرة ينطفئ الهاتف ويعيد تشغيل نفسه بنفسه هكذا بعدما تم إعادة تشغيل الهاتف. سوف تلاحظون الفرق، هذا الكود سينعش شبكة الواي فاي وبالتالي تصبح الإشارة قوية. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن يعجبكم ويفيدكم. ألتقي وإياكم في فيديو قادم بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.